السلام عليكم اخواتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، طمنوني عنكم. جيناكم بفيديو جديد عن مدينه سارسبورغ. مدينه سارسبورغ من اقدم المدن في النرويج. مثل ما شايفين الشجر ومنظر التصميم، عن جد انه منظر كثير رائع. هلا بمزرعه خيل، هوني خليني اورجيكم. شايفين على هالمنظر الجميل الرائع، تصميم الشجر شلون، المماشي. طبعا هاي بالشتوية ما حلوة زيادة، بالصيفية تخيلوا انه هيدي كلها خضرة وعم تمشوا بهون بين الشجر، منظر ولا اجمل من هيك. لفت انتباهي حصان كتير حلو البركة، ما شاء الله. اوكي، ليك اسطبلات الخيل هون، هاي اسطبلات الخيل، ما شاء الله منظر ولا اجمل من هيك. شوفوا على الحصان البركة، اللهم صل على النبي. ان شاء الله انا بدي اجيب حصان واحطه هون عن قريب. هاي مدينة سارسبورغ، شوفوا جمال الجو اللي فيها، جمال لا يوصف، ما شاء الله. اوكي، تعال تعال يا حلو، اجمل الخيول. تعال منظر ولا اجمل من هيك منظر، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. الدنيا كلها بيضاء، الشمس، منظر السماء. شوف البركه على هذا الحصان، شيء بيفتح النفس. اعطوني رايكم وشو الوان الخيول اللي بتحبوها.